أيضا زميل فهد المجاهد أجرى حديثا خاصة هذه المرة بعيد ربما عن المباراة شوي، يعني في جوانب خاصة تخص الأستاذ سلمان القريني مدير الكرة بنادي النصر. مباراة مهمة ومفصلية في يعني لفريقنا طبعا، خاصة بعد يعني فقدان الفرصة في حصول على المراكز الأربعة الأولى في الدوري. وطبعا مباراة أكيد إعدادنا لها بيكون، لأنها الآن التمثيل بيكون تمثيل للوطن، مو بس أنا رايح نمثل الوطن، مو بس نادي النصر. فلذلك إن شاء الله استعدادنا، إن شاء الله استعداد طيب، الفريق كله الحمد لله في جاهزيته، كل الفريق مغادر لإيران، الأمور الحمد لله يعني تبشر بخير إن شاء الله. أنا الآن يجيني رسائل ويجيني مكالمات ويجيني استفسارات، آخرها الآن أنا يعني اللي داير الآن في الوسط الرياضي أن يعني آخر شيء الآن وبدأت الناس تتكلم، فهذا يدل على الناس اللي تسعى لإثارة الإشاعات أنهم مفلسين للأسف، يعني أن حدث مني تصرف مع واحد يعني اللي فهمت انه مكتوب في المنتدى في المطار، او اني تكلمت واني اطلقت عليه كلام عنصري او زي كذا. في اي مطار؟ ما ادري، يقولون انه ما ادري، قالوا في مطار جده. طبعا انا تكررت مثل الامور هذه. قرأت الموضوع انت؟ والله ما قرأته، بس قالوا لي. وش اللي وصل لك بالضبط؟ قالوا طبعا قالوا اني انا شتمت واحد او تلفظت عليه بلفظ جماهيري، يقول انه من الجماهير بلفظ عنصري، وانه يحلف وعنده شهود، وهذه كلها امور يعني ما دام انه وصل. فانا اعرف ان الناس هذه اللي ورا الموضوع هذه انها افلست، ما دام انها وصلت الى هالمستوى فاعرف انها افلست مره. فلذلك الحمد لله اللي بدات يعني تصل لها المستوى، فيدل على ان ما عندها يعني للاسف، مفروض ان زي هذول ما يستمع لرايهم. فهذه أشياء يعني يجب أن نرتقي، يعني حتى في النقد والأشياء هذه يجب حتى نرتقي، على أساس يعني نصل يعني يكون عندنا هذا، نرتقي للأمور اللي يعني. لذلك الشخص اللي يسعى للشيء هذا واللي يصدق الكلام هذا يعني تعكس عقلية الأشخاص هذه، فلذلك يعني لا يستحقون الرد. الناس تعتقد أن الواحد أنها يعني انه يعني يسكت، انه يعني انه ما هو بداري على اللي حوله، لكن لا، انه ساكتين لان اصلا اللي حولك ما يستحق الكلام اللي صار اللي وصل لهالدرجه.